هاتي قاعدتي البيانات هي الوحيدة من نوعها في الجزائر، ستستعمل من أجل الصناعات الصيدلانية وتطويرها بالجزائر، وكذلك ستستعمل في إطار دراسة والحفاظ على البيئة، خاصة البيئة البحرية. كما أعطينا إشارة انطلاق للأبحاث في مجال النباتات الطبية في ولاية تسمسيلت، والنتائج الأولى ستظهر بعد 6 أشهر إن شاء الله. هنا راح نستفد إن شاء الله من هذه المعطيات في صناعة الأدوية، بالأخص في صناعة المادة الفعالة. وتعرف باللي البلد فيه يعني كميات كبيرة من الأعشاب الطبية ومن الأعشاب العطرية، ولكن احنا اهتمامنا سيكون في الأعشاب الطبية. تعلمون أن الجزائر موجودة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، اللي هي تعاني كثير كثير من الهشاشة المناخية، فعلينا اليوم يعني أن نتحدى هذا التحدي المناخي بمثل بخلق يعني قطب امتياز للبحث العلمي.